وسهلا بيكم في قناه عشق الكوكتيل. النهارده بامر الله هنتكلم على موضوع مهم جدا، هنتكلم على ازاي نحمي شعورنا من برد الشتاء. زي ما احنا شايفين طبعا الايام دي والايام اللي جايه ان شاء الله هيبقى في درجات بروده منخفضه جدا، وده طبعا ممكن يخلي الشعور بتاعتنا يجي لها برد وبرد شديد كمان، ولو احنا ما لحقناهوش في الاول ممكن العصفور يوصل لمرحله متاخره وملحقش ان انا اعالجه. ففي حبه حاجات كده ان شاء الله هنقولها، لو عملناها ان شاء الله هيبقى عدينا بالطير بتاعنا الفتره اللي هي اللي ممكن العصفور يجيله برد فيها. حبه حاجات كده ان شاء الله هنعملها مع بعضينا وهنقولها وناخد بالنا منها بامر الله، هنكون عدينا المرحله دي ان شاء الله. قبل بس ما نبدا الفيديو بتاعنا، حبيت بس افكركم اللي ما اشتركش في القناه واول مره يزورنا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلوا فيديوهات قيمه ان شاء الله. في البدايه عايزين نتكلم عن الناس اللي بتربي في البلكونات، وطبعا الناس اللي بتربي في البلكونات دي طبعا عريضه جدا، فهنبدا بيها ان شاء الله. في البدايه كده لو انا حبيت او انا قدرت ادخل الطيور بتاعتي جوه الشقه او جوه اوضه معينه تبقى مخصصه للطيور، ده طبعا مستحسن جدا، لان احنا معانا شهرين، يعني عندنا كمان شهر واحد وشهر اتنين هيبقى درجات البروده عاليه جدا، فبالتالي طبعا هيبقى العصفور بتاعنا معرض انه يحصل له برد، والبرد ده طبعا زي ما قلنا ممكن يؤدي بالعصفور ان هو يموت. طيب في حاله ان انا ما قدرتش ادخل الطيور بتاعتي او مش عارف ادخل الطيور بتاعتي جوه الشقه هعمل ايه؟ في حبه حاجات كده ان شاء الله هنقولها، لو عملناها يبقى احنا عدينا المرحله الخطر، المرحله بتاعت البرد بتاعت الايام اللي جايه ان شاء الله. ايه هي الحاجات دي؟ هنجيب ان شاء الله مشمع او استرتش ونحاول ان احنا نقفل القفص بتاعنا بشكل محكم جدا بحيث ما يقابلناش تيار الهواء وما يخشش جوه القفص، فبالتالي ما يحصلش برد. طيب نقفل القفص كله بالاسترتش؟ لا، احنا هنسيب حته، الحته دي هندخل الاكل والشرب من خلالها، وكمان هتبقى معايا ان هي هتجدد معايا الهواء في قلب القفص. طيب الفتحه دي هتبقى فين؟ يعني على سبيل المثال تيار الهواء جاي لي من هنا، فانا بحاول ان انا افتح عكس اتجاه تيار الهواء، بحيث ان انا لو انا خليت الفتحه من ناحيه اتجاه تيار الهواء يبقى انا ما عملتش حاجه. تمام، يبقى الفتحه هتبقى عكس اتجاه تيار الهواء بحيث ان انا اجدد الهواء داخل القفص. تمام، لو انا برضو حسيت ان برضو لسه في برد جوه القفص، فبحاول ان انا اجيب قماشه وان انا مثلا اعمل اظللها من فوق، اظلل القفص من فوق بحيث ان انا ايه، يبقى انا برضو هيأت القفص بتاعي ان هو ما يحصلش ما يجيلوش برد بنسبه كبيره. طيب ده بالنسبه ان انا يعني هلف القفص بتاعي بالاسترتش وبالمشمع. طيب بالنسبه للعش، العش بسيبه خالص ما بلفش عليه اي حاجه. امتى بلف عليه استرتش او مشمع؟ في حاله ان العش ده فيه زغاريد بالفعل، لكن طول ما هو فيه بيض انا مش هعمل الحركه دي، لان ممكن وارد جدا ان البيض يتبس لان الرطوبه هتبقى زايده في قلب العش بتاعنا. طيب احنا كده اتكلمنا على لو انا مثلا بربي جوه البلكونه. طيب لو انا هربي مثلا جوه الشقه او مخصص غرفه، طبعا احنا عارفين ان طبعا الغرفه بتاعتنا لازم تبقى يعني تبقى فيها شفاط، فالشفاط ده بولعه مثلا كل 5 ساعات بولعه ساعه بحيث ان الهواء يتجدد. طبعا يفضل جدا ويستحسن ان انا يكون عندي دفايه زيتيه، الدفايه دي هتفرق معايا جدا، هتدفي لي الشقه وهتبقى مظبوطه على درجه حراره من 20 ل 25، ودي افضل درجه حراره تنفع معايا داخل الغرفه بتاعت التربيه. طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل يعني نحط رافع مناعه للعصفور بحيث ان هو يعني نعمل له وقايه بحيث ان هو يبقى ضد البرد، يعني العصفور يبقى قوي ومناعته قويه ضد البرد. ايه اللي ممكن نعمله؟ ممكن نجيب فيتامين سي، فيتامين سي مفيد جدا، بيقوم الجهاز الحراري والاحتباس الحراري. طبعا الفيتامينات المستورده تفرق معايا لو انا بديها للطيور بتاعتي، وطبعا لو انا حطيت اكل وحطيت غذاء للطيور، طبعا الغذاء والاكل والف د 3 اهي وفيتامين سي، كل ده رافع مناعه معايا، هيفرق معايا، هيخلي العصفور يبقى مقاوم اكتر للبرد، وبالتالي يبقى احنا عدينا من العصفور الفتره اللي هي الفتره الخطر، فتره البرد. تمام، في حاله ان انا
العصفور بتاعي ما لحقتوش وجاله بالفعل برد. طبعا البرد لو اتاخر او انا ما تابعتش العصافير بتاعتي بشكل يومي، البرد لو زاد عن حده للعصفور ممكن يخلي العصفور يموت. تمام. لو انا جالي لو انا اكتشفت البرد في العصفور بدري، ايه اللي انا ممكن اعمله؟ في ناس بتدي علاج بشري وفي ناس بتدي بيطري. طبعا البشري بينفع مع الطيور الكبيره اكتر، لكن الطيور اللي سنها اصغر بيبقى يعني ما يفضلش، وانا كمان ما بفضلش البشري بالمره. لكن لو هنتكلم على العلاج البيطري هيبقى فيه كذا حاجه. حاجه مثلا زي تيدوفيت. تيدوفيت ده علاج بيطري مصري لكن حلو جدا، وانا شخصيا استخدمته وممتاز، بيعالج لي البرد بشكل كويس جدا، بشكل ممتاز. ايه تاني؟ لو انا مثلا جبت المادتين التايلوزين والاوكسين وخلطتهم ببعض، دول طبعا المادتين دول غالبا مستوردين، لو انا جبتهم وخلطتهم ببعض وقدمتهم 1 جرام على لتر ميه، ده طبعا هيفرق معايا جدا وهيعالج الطيور بتاعتي من البرد. وكمان كل ما انا اكتشف ان العصفور عنده برد، كل ما اكتشف ده بدري اقدر اعالج قصه البرد دي بدري جدا، فبالتالي يعني القابليه بتاعه العصفور في نسبه الشفاء بتبقى عاليه. ده بالنسبه لعلاج البرد. تايلوزين مع اوكسيد، طبعا المادتين دول مستوردين، لو انا رحت البيطري يكون بيعالج الطيور تحديدا وقدرت ان انا اخد المادتين دول هيفرقوا معايا جدا في موضوع علاج البرد. بيتحطوا 5 ايام ان شاء الله، بيتحط يعني جرام واحد على لتر ميه، ولمده 4 ايام او 5 ايام هيفرق معايا في البرد. طبعا يفضل جدا ان انا اخد بالي من الطير بتاعي ان ما اوصلش لمرحله متاخره، لان لو العصفور بتاعي وصل لمرحله متاخره هيبقى صعب جدا علاجه، وده طبعا ما بيحصلش غير من المتابعه ان انا اتابع طيوري بشكل دوري وبالذات في درجات البروده العاليه دي. طبعا هنهتم طبعا بالاكل كويس جدا، لان برده الاكل يعتبر رافع مناعه كبير. كمان ما قلتلكمش في ناس بعض الناس بتستعمل فلوموكس مثلا بشري على سبيل المثال علشان البرد. فلوموكس البشري يعني هو ما بفضلوش، لان الحاجه البيطريه بتبقى مفيده جدا للطير وبتبقى معموله بيطريه للطير تحديدا، فطبعا لو انا هشتري العلاج بتاعي يفضل ان هو بيطري، والفلوموكس ما بينفعش غير للطيور الكبيره، وانا زي ما قلت ما بفضلش ان انا اتعامل بيه. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده، يا رب اكون افدتكم، وان شاء الله اي موضوع عايزين نتكلم فيه اكتبوا لي في التعليقات، وبامر الله هنتكلم فيه وهنعمل عليه موضوع كويس جدا. الى لقاء جديد وفيديو جديد في امان الله.